الشروط المفروضة من الخزانة الأمريكية على تداول الدولار في العراق أحدثت إرباكاً في التعاملات ما بين شركات الصرافة والمواطنين وسط معاناة لا تنتهي. أغلب المتجمهرين أمام شركات الصرافة يفشلون في الحصول على العملة الصعبة بالسعر الرسمي رغم ساعات الانتظار التي تبدأ منذ الفجر أحياناً، إذ تكتفي منافذ البيع بمنح 100,000 دولار توزع على 30 شخصاً بواقع 3,000 دولار لكل منهم وفق تعليمات البنك المركزي. ما أقدر أتعامل يعني أتخطى إنه البنك المركزي، يعني البنك المركزي يسلمني حصة أنا أمشي على الحصة مالتي اللي أستلمها. فأبسط شيء هسه أنا أستلم 100,000 دولار تكفي 33 شخص وال 34 يستلم 1,000 دولار. زين مسافرين يجون يقفون باب الشركة ويصير مشاكل وهوسة، وباعتبار إنه أنا المبلغ ما أخذه إلي. وانا جاي امشيهم كلهم والتصوير وبصمتهم موجوده وهاي، بس الزبون ما يتعاون يعني، والبنك المركزي من يتبلغه يقول لك انت امشي بالعندك، انا جاي امشي بالعندي والزبون يطلع ما راضي، يعني هواي ناس ما جاي يستلمون. ويشكو بصريون من قله منافذ البيع في ظل تزايد الطلب على الدولار، الامر الذي تسبب في صعوبه الحصول على العمله الصعبه رغم تحمل المواطنين اعباء كبيره تصل حد الاذلال حسب وصفهم. يجب على الحكومة أن تهيئ منافذ كثيرة ومصارف، أو حتى يتمكن المواطن من الذهاب إلى المطار واستخدام واستعمال وصرف المبلغ المخصص له، حتى تحل هذه الأزمة، الأزمة التي أدت بالمواطن إلى الإذلال والتعب. يعني أنا إنسان معوق، أنا أجي هنا المكاتب أفرها ماكو ازدحام وما أدري شنو، ما حصل لي مكان ولا سجل اسمي، أجي على المكتب ما عندنا مصرف، كشلون وين واحد يولي؟ وين جاي باكر أطلع أسافر؟ وبحسب مواطنينا فإن عدم سيطرة الجهات الحكومية على تهريب العملة الصعبة وتداولها في السوق السوداء تسبب في خلق أزمة اقتصادية أصبح ضحيتها المواطن. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.